عشر سنوات لرحيل الأصيل ياسر عرفات. كما أشرنا قبل قليل بأن الشهيد الخالد ياسر عرفات استطاع أن يستحل مساحة بالكافية نوعا ما في الزجل الشعبي، فكان تماما عنوانا للمجنة والعتابة للأغنية وكذلك في الأعراس الشعبية الفلسطينية، طالما أنه حلم بعرس فلسطيني يجمع كل الشعب الفلسطيني بشرائحه المختلفة. اليوم الحديث سيتواصل مع الزجال والشاعر الشعبي حسن كتانة، وبالتأكيد مع موزع الموسيقى وعازف الأورج عبد الرحمن صباح. يسعد كل أوقاتكم ويسعد مساك. سعد مساك أنت وجميع المشاهدين، لكم كل التحية والاحترام، حياك الله. يعني في البداية، كيف ليس ياسر عرفات لوحده وليست حصرية لياسر عرفات، إنما للشهداء دائما يستحلون ويسيطرون بأحقية الدماء التي نزفت على ثرى الوطن في مساحة الكافية ضمن الشعر الشعبي الفلسطيني. نعم طبعا، الشاعر الفلسطيني الحد هو الشاعر، يعني في كل محفل سواء رسمي أو عرس بذكر الشهيد الخالد فينا دائما، ابو عمار رحمه الله عليه. كمان الشهداء تعرف يعني ابو عمار، يعني اسمه يعني رمزيه رمزيه لمجمل الشهداء الفلسطينيين، لمجمل الشهداء، لمجمل القضيه، لمجمل شيء فينا نذكره في كل محفل لنا، سواء عرس او مناسبه رسميه او غير رسميه. فذكر ابو عمار يعني ما يعني بتوقع اللسان مهما حكى ومهما غنى الشاعر ما بوفي له. طب ليش درجة العادي على إحياء المناسبات الوطنية، الذكرى، قصص أليمة مر فيها الشارع الفلسطيني ضمن الزجل الشعبي، هل هي بالفعل رسالة قريبة للوصول إلى الشارع الفلسطيني؟ نعم، لأنه الشاعر بحاكي الواقع اللي في اللي عايشه في المجتمع الإنسان، الشاعر بحاكيه في لغته البسيطة أو البليغة وبصل لقلوب الناس جميعها، فسواء الوضع السياسي أو الوضع يعني رحمة على أبو عمار، إذا بدنا نحكي عن أبو عمار وعن حياة أبو عمار وعن عمل أبو عمار لها القضية لها الشعب الفلسطيني الأمة الإسلامية كلها، فإحنا نوصلها بطريقة سلسة وتكون للمستمع المثقف والعام والإنسان الطبيعي وصلوا إياها بصورة طبيعية، وبستقبلها منا ممكن أكثر من الساسة، لأن إحنا ما بنحكيها بدبلوماسية، بنحكيها بلغة مبسطة عادية عن أبو عمار وحياة أبو عمار. كأنه تاريخ تماما ينثر إلى أذان المستمع بطريقة محببة وتهواها القلوب. نعم. طيب اليوم الزجال وشاعر برفقة بالتأكيد موزع الموسيقى وعازف الأورج عبد الرحمن صباح، كل طبعا الاحترام لكم. الله يرحمه. ماذا ستحملون لنا في طيات هذه الموجة؟ طبعا ما بدهاش يعني هي حكي، طبعا هي بالكول دائما موال غناء بنسميه كرادي، ومهما غنينا طبعا لابو عمار وحياة ابو عمار ما نوفيه. تفضل معنا طبعا الاخ المايسترو، انا بقول له فعل مايسترو عبد الرحمن صباح ابو عصام، يعطينا موال حتى الله يرضى عليك. تفضل. اوف 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 والله مهما قلنا مهما قلنا ما ظن إلك وفينك، مهما قلنا ما ظن إلك وفينا، من بعدك ما عرفنا احنا اينا وفينا. والله اسمك خالد يلي اسمك خالد في كل العالم، وفينا ابو عمار غاب جسمه واسمه مغاب. يا يابا 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 يا يابا
أبو عمار أبو عمار دوما ذاكرينه بخدمتنا العمر أمضى سنينه. أبونا كان في عنده حساسي حنين الأمة يعادل حنينه. حمل هم القضية والسياسي حمل هم القضية والسياسي وحضن شعبه بيساره وبيمينه. رحل عنا ورحيله كان قاسي وجعلنا نشعر إننا فاقدينه. زرع فينا البطولة والحماسي رجل جبار وإحنا عارفينه. آه مغر ومال مغر ومال ولا كرسي الرئاسي شهادي أو نصر هذا يقينه. لقائدنا دوم واجب أساسي علينا الفاتحة نقرأ لروحه حبيب الشعب ما قسم لدينه. هاي حقيقة عن أبو عمار إنه حبيب الشعب كله ما قسم دينه ما قسم دينه. يعني هالكلمة لها معاني كبيرة. ما قسمنا ديو. نطلع ناس طلعوا يعني. من كبار ومن صغار رايات الوطن علو باقي اسم ابو عمار في قلب الشعب كله. من كبار ومن صغار رايات الوطن علو باقي اسم ابو عمار في قلب الشعب كله. اسمك باقي ما بيروح ساكن بالقالب والروح من قبرك المسك يفوح والزهر مفرفح في اللوب. طول عمرك ما ذليت عن القدس ما تخليت طول عمرك ما ذليت عن القدس ما تخليت وحياة الحرم والبيت اسمك قلبي ما حلوك. طول عمرك ما ذليت عن الأقصى ما تخليت وحياة الحرم والبيت اسمك بالقالب ما حلوك. هالذكرى بقلوب الناس بتحرك فينا الإحساس بعدك محمود العباس سيف العدالة سلوك. وهالذكرى بقلوب الناس بتحرك فينا الإحساس من بعدك محمود عباس سيف الحرية سلوك. مين كبار ومين صغار رايات الوطن علو باقي اسمك ابو عمار في قلب الشعب كله. شعبك عضربك سائر كنت القائد والثائر حتى شيوخ المنابر عن دربك ما بتخلوه.
شعبك عضربك سائر، كنت القائد والثائر، حتى شيوخ المنابر عن ضربك ما بتخلو. مين كبار ومين صغار رايات الوطن علو، باكي اسم ابو عمار في قلب الشعب كله. كل احترام، يعني كل الاحترام في هذه الاجواء واللقطات دائما. شكر بالتاكيد لطاقم عمل البرنامج. يعني ياسر عرفات لربما في لحظات يمكن كتابه الابيات الشعريه له وقراءتها بالنمط الشعبي بالزجل الشعبي، هل تنظر بالفعل الى انه ياسر عرفات ماده غنيه لماده التراث الشعبي الفلسطيني طبعاً المعاصر؟ طبعا يعني هذا لا شك فيه، يعني عفوا في المقاطعه، هذا شيء ما لا شك فيه. هو ما هو شيء تراثي عميق ملان، يعني لو شعراء فلسطين الماضي والحاضر والمستقبل، يعني سواء النبطي او العمودي او الغنائي، يعني غنوا لابو عمار ما راح يخلص هذا الموروث التراثي او سيره القائد الرمز ابو عمار. طيب بالحديث في كان حديث مسبق في صباح هذا اليوم، نعم، واحنا بنحضر لهذه الحلقه عن الواقع الفلسطيني، قلت موال اعتقد هي احنا بلغتنا تسمى قرادي او موشح. نعم، هي بتقول، يعني بحكيها حكي بعدين مشان ابو عصام العازف، بتقول كل ما مركز دورية بها ثوار تضوي شمس الحرية قبر الخطيار. يعني معنى الكلمة قبل ما نبلش في الغناء، يعني كل ما تملك دورية من جنب الرئيس ابو عمار، دورية ثائرة، الثوار الحقيقيين الصادقين، قبر الرئيس بضوي. لأنه كل ما مركز دورية فيها ثوار بتضوي شمس الحرية قبل الختيار. نقول يا صباح كل ما مركز دورية بها ثوار تضوي شمس الحرية قبر الختيار. قل يا رب. مو بلاش تفتح جروحنا، خلينا اللي يعني اللي بتعرف الشاعر، قلت لك لسان الشعب كله الشاعر ضد مع بغني. مركز دورية بيعها ثوار بتضوي شمس الحرية قبر الختيار. حلو. وكل ما مركز دورية وبيعها ثوار تضوي شمس الحرية قبر الختيار. وعغيابك روحنا وجينا وفاوضنا كثير، ما رجعت أراضينا وما شفنا الخير، بعدو بيبكي وادينا عجناح الطير، وأمريكا بتلعب بينا يا أبو عمار. وعغيابك روحنا وجينا وفاوضنا كثير، ما رجعت أراضينا وما شفنا الخير، بعدو بيبكي وادينا عجناح الطير، وأمريكا بتلعب بينا يا أبو عمار. عمار اللي معنا اسمه ما يروح، على بعد دامعنا وقلبي مجروح، رب العالي جمعنا ايوه ما يروح، الكنيسة وجامعنا يبكي الختيار. هو
وكل ما مرك الدورية بيها ثوار تضوي شمس الحرية صبر الختيار. وغزة ناضيها تطفي بكفيلة حيل الواضع هو بيكفي كونوا موحدين صرنا عراس الحفة أيوان الدين ودمعي عخدودي شفي ومشى أنهار. يعني الجروح في القلب يا أخوي يا أخي المشاهدين جميعا. لكل من تواجد معنا لهذا اليوم، الموزع الموسيقي وعازف الأورج عبد الرحمن صباح يعطيك العافية مايسترو، وكذلك الزجال الشعبي والشاعر حسن كتاني شكرا لتواجدك معنا. مشاهدينا الأعزاء عبر شاشة الفجر الجديد، دائما كما اعتدتم علينا بأن نكون في طليعة الواقع الفلسطيني في العين التي تسلط الضوء على أن تكون وحدوية تنادي بوحدة هذا الشعب رغم التحديات الجسام التي تعصف بالكل الفلسطيني في القطاع وفي الضفة الغربية. أكيد هنالك ملفات الإعمار، ملفات الوحدة، يجب أن نقف وقفة جادة وحقيقية لإنجازها ولأن نكون معها. ضيوف البرنامج، لا يسعني إلا أن أشكركم على تواجدكم معنا اليوم في استوديو الفجر الجديد وعبر أثير فجر فم على الموجة 90.4. طاقم عمل البرنامج من كافة الزملاء في التنسيق والمتابعة والتصوير والصوتيات والإخراج يعطيكم ألف عافية، ودائما هذه تحياتي لكم. خالد بدير، دمتم بود وإلى اللقاء.